البني جاهز. لا بعد ما خلص ابو بوي. تستهبلين انت؟ العيال تحت ينتظروني، خمس دقائق ما يخلص افقع وجهك. تفهمين ولا لا؟ وش قلتي؟ اقول الله يرزقني بواحد مثلك. اشوى. نرحب بكم مشاهدينا الكرام بضيفنا الاستاذ احمد مهتم بحقوق المراه. اهلا وسهلا فيك استاذ. اشكركم عزيزتي المذيعه واشكر القناه على استضافتكم لي في هذا البرنامج الذي يصعد موضوع المراه. موضوع المراه وحقوق المراه متشعب وله دهاليز. هذا الذي يعتقده المشاهد والناس والمجتمع، ولكن هو بسيط. المرأة الأم والأخت والشغالة حقتك. معامر يا معامر. خير خير. ايوه ايوه يا ابو عامر. هلا والله. سم معامر، ما تبي تخلصي من ريحة هالبصل؟ البسي ثيابك تطيبي. اعوذ بالله، كنت اطبخ الغداء. حتى ولا طبختي الغداء، ايش يصير؟ اسمعي، رتبي المجلس، ترى جيراننا بيجون عندنا الليله. خير ان شاء الله. كنت اطبخ الغداء. لكن استاذ احمد، في بعض الناس يقول انه قياده المراه راح تتسبب في كثير من المشاكل. عزيزتي المذيعه، في دول العالم المتقدم تقود المرأة السيارة، إلا في بلدنا. لماذا؟ أنا أقول لك، المرأة تطاعس، المرأة تقود الجيب الشاص في النفود، وهي متبرقعة وبكل سهولة تعشق وتعشق الدبل فتطلع. هل هناك قانون ينص على ذلك؟ لا عزيزتي. شد يدك يا خوي، شد يدك. الله اكبر. سلام سلام عليك. مهزومين ان شاء الله. يلا خوي. بس حكم اشكال. يا سلام يا سلام يا سلام. الو ابو عامر، ما هي تعبانه، حرارتها مرتفعه، نبي نوديها المستشفى. البنت من